حلم الدولة الكردية قد يذهب أدراج الرياح، هذا ما عبر عنه مراقبون للشأن الداخلي الذين أشاروا إلى فشل الأكراد في الحصول على التأييد داخليا وخارجيا ليضع أربيل أمام طريقين، أما المفاوضات من أجل البقاء أو تحدي الجميع وإعلان الدولة الكردية. الاستفتاء رفض بداية من بعض أكراد أقليم كردستان، رفض محليا من العراق، رفض عربيا، أمس دخلت مصر على الخط وقالت نرفض الاستقلال، رفض دوليا من جميع دول الجوار، أردوغان يقول أن انفصل الإقليم عن العراق ستكون كارثة. نعم هذه كارثة. اليوم الاستفتاء هو بالنسبة للأكراد حلم العصافير، فهي قصائد كردية. الاستفتاء مرفوض إقليميا ومحليا وعربيا ودوليا. من ناحية القانونية الأكراد صوتوا على الدستور 2005 اللي هو يقول العراق فدرالي ديمقراطي متعدد، هذا لا يجوز إلا بموافقة البرلمان العراقي والرجوع إلى البرلمان العراقي والتصويت من قبل البرلمان العراقي. البعض أكد أن كردستان غير جدية في قضية الاستفتاء، وأن جل ما تتبعه من خطوات تصعيدية ما هو إلا ورقة ضغط على بغداد من أجل الحصول على المزيد من المكاسب السياسية والجغرافية. عملية الاستفتاء التي يروم إقليم كردستان القيام بها في شهر أيلول أعتقد هي ورقة ضغط ضد الحكومة المركزية، وذلك لأن هناك دولتين إقليميتين كبيرتين، إيران وتركيا، تضمان إثنية كردية بأعداد كبيرة جدا، وهي لا ترتضي للأكراد في العراق أن يقيموا دولة، لأن ذلك سيحفز الكرد في كلا البلدين للقيام بتمرد وعصيان، وبالتالي فهم سيعترضان على قيام هذه الدولة. هناك الرفض من قبل الحكومة المركزية والرفض الدولي والإقليمي، يقابله مساعي من قبل مسعود برزاني بعد إخفاقه في تحقيق مبتغى بأن ربما يقلل من الخطوة أو يتراجع، وهناك بالفعل تراجع واضح من قبل مسعود برزاني عن ملف الاستفتاء. والوفد الكرد الذي سيزور بغداد قريبا سيفاوض ربما على الخروج من الاستفتاء أو ترك ملف الاستفتاء مقابل الحصول على مكتسبات من الحكومة المركزية. حرب إعلامية قد تضع أوزارها في قادم الأيام، خاصة بعد عزم الأكراد زيارة بغداد ضمن وفد رسمي يترأسه مسعود برزاني من أجل عرض الأسباب التي دفعت الأكراد إلى اتخاذ قرار الانفصال والنتائج المترتبة على الاستفتاء.